التجار تحيا والتجار تحيا غتحقي باش نعيش ما سرقنا نبيع حشيش ما سرقنا نبيع حشيش ما سرقنا نبيع حشيش سبع سنين وانا نشكي والحلول فينا هي باش حنا مواطنين سبع سنين وانا نشكي حقوقنا وانا حقوقنا وانا كنشكروا قناة الإفادة على التضامن ديالها والوقوف ديالها معنا هنا في المحنة ديالنا اللي نحن بصفة زينا كتجار كنعانيوها منذ 7 سنوات. عملنا عدة شكايات للجهات المسؤولة ولكن لا حياة لمن تنادي. جينا كنطلبوا من هذا المنبر هذا يشوفوا لنا شي حلول لهذه الأسواق هذه بصفتي كتاجر سوق برجيفة. 70 شكايات ولا حياة من اللي من تنادي. الجهات المسؤولة عاجزة على إيجاد حلول إلى هذه المشاريع الفشلة. كنطلبوا من هذا المنبر هذا التدخل من أعلى سلطة يشوفوا الحل لهذه الكارثة اللي كنعانيوها منذ 7 سنوات. رئيس السوق القرب والهيكل المعدني في بني مكادا أرض الدولة جينا بعد مظاهرة كنطلبوا إعادة الهيكلة السوق ديالنا. كخصنا إطار الوطني تثنية إطار الوطني إطار القانوني ديال السوق. كان صفة اللي تنا سيدنا ماشي هي هذه سيدنا تنا من الأسوأ الأحسن باش نكونوا تجار إطار وطني. وقعت واحد العنصرية عندنا تما بأن جد الأسواق تبناو وحنا السوق ديالنا عملوا لنا واحد الزنقة من فوق وعطانا مربعات هيدا مربعات جينا خسرنا عليهم حنايا كل واحد شحال خسر لي 1,000,000 درهم بحال اللي سيبنا رجع هذيك السوق بحال اللي نتينا في بلدية بحال اللي نتينا في الجوطية بحال اللي نتينا في كتبيع كسيبة ما فهمناش هذا. دابا كنطلبوا من السلطات قالوا لنا عادة الهيكلة وتحنا نرجعوا تجار بحالنا بحال الناس. حي بن كيران اليوم جينا للغرفة نطالبوا بالحقوق منها إعادة هيكلة ديال الأسواق سوق القرب حي بن كيران تصحيح الإطار القانوني والعشوائية وشكرا. أنا حمامة مكوح رئيسة سوق القرب ديال بوسلهب سيدي إدريس. الطلب ديالنا خويا هنايا جينا نطلبوا حق مشروع يعني ما عندناش شي مطالبات فوق الحقوق ديالنا. جينا نطلبوا الاسواق القرب في خطر يعني في واحد الحاله هي لا يرسلها. اولا خصنا اعاده الهيكله حيت ديك المحطه اللي حطوها اول مره ما كانتش ممكنه ماشي في هذاك الحاله اللي كنا باغيين حنا غير جمعونا من الشارع وداونا دفنونا في ديك الشبر ديال المقبره وعطاو جوج دمترور مربع صغيوار. دابا كيفاش غادي يعمل التاجير الخضار عنده 8 صنادق او 10 صنادق فين غادي يحطو فوق راسو واش يعلقهم؟ ما عندوش حتى فين يعلقهم. كيفاش عملوا لنا فحال حطيشه ديال العول الصغار يعني عملوا لهم واحد الكابلي هذا ديال الحديد ونزلوا ديك المهم حطيشه. والنسبه ديال الحوايج عطاو لهم اللورنيه ديال الكوزينه اكبر منا. كيفاش غادي يعمل هاد التاجير غادي يمارس تما التجاره؟ حنا كنطالبوا باعاده الهيكله اللي هي من الباب الرئيسيه وكنطالبوا المحاربه العشوائيه في الشوارع حيت هي اللي هرست التجار. وكنطالبوا استجابه من المسؤولين اللي جينا حاليا. حنا ما جيناش ندابزوا ولا جينا نتفاوضوا ولا جينا سلميا والحمد لله كل واحد عنده القمه ديالو. جينا نتحاوروا معاهم يشوفوا يعطيونا شي كلمه اللي هي تفيدنا او يستجبونا. مهم دابا هما شدوا علينا البيبان وخرقوها بالسكوريتيس يعني حنا لما كنطالبوا الا ما عندنا شي حق يقولوها لنا مباشره غنصرفوا نشوف حنا. هذا هو الطلب ديالنا خويا وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.